اقسم بالله اقسم بالله يوم حرب 67 دخل الاسرائيلي الاسرائيلي دخل على مرات عمي معاه طفل رضيع معاه طفل على معاه طفل مرات عمي معاها طفل متخضعه زي ابن امي دخل العسكري الاسرائيلي رحمها واداها اكل وقال لها اطلعي امشي بره مشاها ركبها عربيه ومشاها بره. الاسرائيلي شفته بعيني يا بنتي الاسرائيلي رحم الطفل. المثلي ما يرحمش الطفل. المثلي ده بتاع مصر ما يرحمش الطفل. لما كانوش هيحبوا لو ما حموش ابنائنا نروح اسرائيل نعيش بقى. احمونا واحموا اولادنا احمونا واحموا الاطفال الابرياء سنه واربع شهور يا رب سنه واربع شهور يتقتل ويتحرق ليه يا ام؟ احنا عشان بقول لك الاسرائيلي حلفيني على المصحف شفت الاسرائيلي انا وطفله صغيره دخل على مرات عمي وهي معاها طفل اداها اكل وشربها وطلعها من بره البلد قال لها امشي يا ستها هجري. الاسرائيلي اسرائيل رحمت بالطفل ومصري ما يرحمش بالطفل ليه؟ ليه يا بنتي ليه؟ ليه ما يرحمش بالطفل ليه؟